ولمناقشة هذه الموجة من الأوبئة والمشكلات الصحية ومواجهة العراق لهذه الأوبئة في وقت يتصاعد فيه الصراع السياسي على أشده، معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي السيد إبراهيم العجيلي وكذلك الدكتورة فاطمة العاني الصيدلانية السريرية. مرحبا بكما معنا. أبدأ معك سيد إبراهيم، ثلاثة أوبئة تجتاح العراق في وقت واحد، والسؤال عن الحكومة، وزارة الصحة، الأحزاب، أين الجميع مما يجري في القطاع الصحي؟ شكرا جزيلا، تحياتي إلى جميع مستمعي تلفزيون الرافدين. وحقيقة الأمر إحنا نلاحظ أنه هذه الأوبئة والأمراض السارية والمعدية الشديدة للانتشار صارت أو حدثت في المنطقة الشمالية تحديدا، وتحديدا السليمانية. صحيح وهي الأمراض المعدية تنتشر بطرق مختلفة، لكنه أنا ما أستبعد الجانب السياسي، لأنه سليمانية مفتوحة على إيران حتى بدون جوازات سفر يدخلون، تدخل عناصر حتى أجهزة يعني يدخلون ويروحون، واللي يدخل من إيران يدخل لسليمانية يوصل إلى بغداد. فهذه جانب. الجانب الآخر، أصبح انتشار الأوبئة جزء من الحرب الآن في جميع أنحاء العالم، وإحنا اطلعنا على تفاصيل كثيرة. هناك مختبرات تصنع الجراثيم، وهناك طيور تنقل الجراثيم، وهناك طرق مختلفة تنقل الأمراض. نعم. وثلاث أنواع من الأمراض اللي تنتشر بشكل ملفت في مدينة السليمانية لا يمكن تكون انتشار طبيعي. نعم. يعني مسألة مو انتشار طبيعي، ليش تخصص فقط بالسليمانية؟ هذا جزء من المؤامرة، جزء من الحرب على الشعب العراقي. نعم. مع غياب طبعا الرقابه الصحيه والاهتمام والادويه. هذا هو السؤال التالي فعلا، يعني اصرار الحكومه في بغداد على التعامل مع هذه الاوبئه، لا سيما الكوليرا التي تنتشر في السليمانيه كما تفضلتم، بنوع من الحياديه وكانما يجري ليس في العراق. هو ليس فقط الكوليرا، هو حتى ما سمي بكورونا ايضا ليس بالنشاط الفاعل لمواجهة هذه الأوبئة في كل مكان في العراق. نعم. صعبة يعني الناس يركضون وراء الأجهزة الصحية، والأجهزة الصحية غير كافية، غير لا يمكن أن تقدم ما يكفل حماية الناس من هذه الأوبئة. نعم. وليس فقط لكن سليمانية أخذناها بالمثال، لأنه يعني تنتشر بها ثلاث أمراض: الحمى النزفية والكوليرا والكورونا. سليمانية تحديدا هي مفتوحة، حدودها مفتوحة على إيران بدون جواز سفر، بالهوية يعبرون ويوصلون حتى إلى بغداد. نعم. في ظل أجهزة دولة صحية غير قادرة وغير كفوءة، ولم تبالي ولم تفكر بالناس. نعم. ننتقل. نعم. حتى اللقاحات اللي يجيبوها ما يأخذوها خزن صحيح. نعم. ننتقل للدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، تفشي هذه الأوبئة في العراق إلى أي مدى يؤشر إلى عدم تبني السلطات الحكومية أي استراتيجية صحية لمواجهة هذه الجوائح؟ السلام عليكم وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام وضيفكم الكريم. هذه هي الحقيقة، يعني لا توجد في الحقيقة أي استراتيجية تعتمدها الحكومة، خاصة المعنية الآن في هذه الأمراض وزارة الصحة. يعني كما هو معروف، وزارة الصحة هي جزء من تقاسم الوزارات الذي يحدث بين الأحزاب بناء على المحاصصة الطائفية التي تقوم عليها العملية السياسية، ولذلك لا توجد هناك كفاءات ولا توجد هناك أشخاص مسؤولين ومعنيين ويعرفون طبيعة هذه الوزارة، وهي طبيعة تقديم الخدمات التي يعني تعمل على يعني صحة العراقيين. الذي يحدث في العراق يعني هو العكس يعني الذي تقوم به وزارة الصحة.
القرارات التي تتخذها وزارة الصحة تزيد من على العكس تزيد من تفاقم الحالة الصحية للعراقيين من خلال رفع سعر التذاكر، الفساد المتفشي أصلا في وزارة الصحة وحالها حال جميع مفاصل الدولة، عدم توفر الخبرات والكفاءات نتيجة هروبها إلى خارج العراق وعدم محاسبة المقصرين، وعلى العكس من ذلك يتقلد الفاسدون هذه المناصب. نعم. والمتحزبون والذين ينتمون إلى الأحزاب والميليشيات التي تتسيد المشهد في العراق. إضافة إلى ذلك استراتيجية التي يجب أن تعمل عليها وزارة الصحة هي ليست فقط معنية بما تقوم به وزارة الصحة، بل معنية بالتعامل والتعاون مع وزارات أخرى. مشكلة تفشي الأمراض لا تعني فقط انعدام الخدمات الصحية، بل أيضا هناك انعدام الموارد المائية في العراق وشحة المياه التي يؤدي إلى تفاقم وزيادة الأمراض، إضافة إلى التلوث، إضافة إلى انتشار عدم التوعية التي يجب أن تقوم بها الوزارات المعنية بهذا الموضوع، مختلف الجوانب التي تمس صحة الإنسان. كل هذا تفتقد له وزارة الصحة والدولة العراقية بصورة عامة. لا توجد هناك مخططات ولا توجد هناك استراتيجية تضمن صحة العراقيين. أو على الأقل دكتورة، يعني الإعلان عن لجنة طوارئ لهذه الأزمة، وهي اللجنة التي من المفترض أنها مشكلة من مجموع الوزارات المعنية بهذه القضية على وجه التحديد، على أقل تقدير، يعني ما الذي يمنع الحكومة من ذلك؟ يعني حتى لو شكلوا قام تشكيل لجنة الطوارئ فهي تتكون من مجموع الفاسدين الذين يعني يحتلون المناصب. المشكلة في العراق هي يعني مشكلة أصبحت الآن مزمنة وتحتاج يعني إلى تغيير جذري، وليست مجرد فقط تشكيل يعني لجنة لمعالجة أزمة ما. اللجنة عندما تقع الأزمة الحقيقة قبل ذلك يجب أن تفكر الحكومة بتفاديها، وتفادي الأزمة هو أبسط من الوقوع بهذه المشاكل. يعني في حتى يعني بمناسبة الحديث عن كورونا وعودتها إلى الآن إلى التفشي في العراق، لم تمنع الحكومة حتى التجمعات التي ممكن أن تؤدي إلى انتشار هذه الأمراض، لم تقم بأي عمل حتى بالنسبة إلى توفير الغذاء الآمن أو الماء الصالح للشرب. لا توجد هذا، وهذا في الحقيقة استراتيجية بعيدة المدى، ليست فقط يعني تضمن صحة العراقيين على المدى القريب. ماذا يمكن أن تفعل لجنة الطوارئ إذا لم تكن لديها أي أدوات تستطيع بها تنفيذ ما تقوم به؟ وهذا ما هو مستغرب دكتورة. والسؤال للأستاذ إبراهيم، يعني هناك شكلان من الفشل الإداري والحكومي في العراق، أفقي وعمودي. فعلى الرغم من فشل الحكومة في قطاعات كثيرة في العراق، لكنها أيضا لم تنجح في القطاع الصحي، وهو قطاع يعني من القطاعات المهمة للغاية والمتعلقة بصحة الإنسان. لكن هناك أيضا فشل فيها، إذا كانت فشلت في الملف الاقتصادي على سبيل المثال وملف المياه وغيره من الملفات، فلم يكن متوقعا أن تفشل في الملف الصحي الذي يمس حياة الإنسان بشكل مباشر. أستاذي الكريم، تحية إلى الضيفة الكريمة أيضا. الصحة، وزارة الصحة الآن عندما تستورد اللقاحات، استوردوا لقاحات وخزنوها، بس كيف يخزنوها إذا كهرباء ما في؟ هاي اللقاحات تتلف. نعم. تصبح اللقاحات وباء. فبلد متخلف. كل الإمكانيات يشفطوها، يبتلعوها، يعتبروها حلال عليهم وحرام على أبناء الشعب العراقي. ذلك المرض من يجي لا توجد أدوات لمكافحته، حتى اللقاحات، طريقة الخزن، طريقة الاستعمال، طريقة الأداء، هذه الأساليب هي جزء من انجاح عملية الصيانة، صيانة الناس وعملية التلقيح.
اذا كهرباء ما متوفره، اللاجات ما متوفره، تنقطع الكهرباء ساعات يروح اللقاح يتلف. هاي اللقاحات وبالاخص مثل لقاحات كورونا يراد لها درجه حراره واطيه جدا متثنيه يعني تحت الصفر. نعم. فما يصير تنقطع الكهرباء ولو حتى ربع ساعه. كيف انا اثق باللقاح هذا وهو اصلا متعرض الى درجه حراره بدون تبريد وبدون شيء ويجيبوه يطول الناس؟ يمكن هو يسمم الناس، هذا اللقاح هو يعرض الناس الى الخطر. يعني هذه مشكله. نعم. مشكله فضلا عن الكوادر الصحيه، هل هي الكوادر الصحيه منتظمه بشكل صحيح؟ هل هي تعمل بشكل صحيح؟ ليش السليمانيه ينتشر فيها الامراض هذه المزدهره والمؤذيه بشكل اوسع من بقيه المحافظات؟ نعم. مثلا يعني الموضوع مو متعلق فقط بالكفاءه، متعلق باداره الازمه. ابتداء من نعم. وجود كهرباء، من وجود ثلاجات، من وجود لقاحات، من وجود طاقم يدير العمليه، هاي كلها ما متوفره احنا عندنا. طيب دكتورة فاطمة، نعم دكتورة فاطمة، سياسة الحدود المفتوحة التي اتبعتها الحكومة حتى في أوج انتشار جائحة كورونا، طبعا نعني الحدود المفتوحة مع إيران تحديدا، وساهمت آنذاك في مشكلة كبيرة، وما تزال هذه الحدود المفتوحة تساهم في المزيد من المشكلات. وفي نفس الوقت هناك على المستوى المحلي الداخلي في العراق سوء إدارة في الملف الصحي، وهناك أموال مخصصة مهدورة كذلك كما يقول المراقبون في هذا الشأن. ماذا بعد؟ ماذا سيفعل المواطن العراقي في مواجهة كل هذه الأزمات وكل هذه الأوبئة؟ يعني المواطن العراقي ليس هو صاحب الحل الآن الذي يجب أن يقوم بهذا الحلول، هي الحكومة العراقية. نعم. أما الشعب العراقي فإذا يعني يراقب ويرى جيدا أن هذه الحكومة لا تقوم بدورها على الوجه الأكمل، فلا داعي لوجود مثل هذه الحكومة. الشعب العراقي يجب أن يبحث عن حل جذري لهذه المشكلات لكي يضمن بها حياته وحياة أبنائه ومستقبلهم. المشكلة الآن في العراق ليست يعني مشكلة سنة أو شهر أو أيام معدودة، بل هي أصبحت الآن يعني مشكلة مزمنة لأنها قاربت على 20 عام، ولا يوجد أي أفق لأي حل ممكن في العراق. يعني الذين يتسيدون المشهد هم فقط الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية وبيع الوزارات والمتاجرة بها وتشكيل حكومات وحل حكومات والانسحابات وغيرها دون الالتفات إلى مصلحة العراقيين. حتى عندما يقومون بتشريع أي قانون والموافقة عليه في مقدمة هي مصالحهم وكيف يضمنون سرقاتهم أمام مصلحة الشعب العراقي فهي الأخيرة. إذا الشعب العراقي أصبح لا حول له ولا قوة إذا استمر بهذه الطريقة، لأنه سوف يصل إلى نهاية يعني مسدودة. أما الموت، وهذا هو جوهر السؤال دكتورة، أمام هذه النهاية المسدودة كما تفضلتي، ماذا على الشعب العراقي أن يفعل الذي خرج في 2019؟ هل بإمكانه مرة جديدة أن يخرج في ثورة أو حراك ما من أجل المطالبة بأبسط الحقوق؟ بالتأكيد، والحقيقة يعني الشعب العراقي يغلي من الداخل، غير راضي تماما، يعني لأن حتى ما قام به في عام 2019 ولحد الآن يعني لم يصل الشعب العراقي إلى النتيجة التي ينشدها، ولذلك إمكانية انفجار الشارع العراقي هي لا يمكن أن يعني نستبعدها بين في أي لحظة، خاصة وأن الوضع من سيء إلى أسوأ والمصائب تتكاثر على الشعب العراقي ولا توجد هناك طاقة للشعب العراقي لكي يتحمل أكثر، ولذلك يعني جميع العوامل التي تؤدي إلى انفجار الشارع العراقي
هي موجودة ومتوفرة، والشعب العراقي يبحث عن حلول، لا يريد هو فقط يعني أن يقوم بمجرد مظاهرات وكفى ورجوع إلى البيوت، لأن يعرف أن هذا الرجوع هو تراجع ولن ينفع في إيجاد أي حل بالنسبة للمستقبل. ولذلك هذه الموجات من التظاهرات سوف تستمر بين فترة إلى أخرى إلى أن يحصل الشعب العراقي على كامل نعم. حقوقه ويؤسس بلده بنفسه. نعم سيد إبراهيم، هذه الأزمات التي تفضلت بالحديث عنها وهي أزمات مركبة معقدة وليست فقط مشكلة القطاع الصحي، هناك أزمة في المياه، في شح المياه، في اختلاط المياه، مياه الإسالة بغيرها، ونجمت عنها مشكلة الكوليرا، وهكذا هناك سلسلة من التعقيدات والمشكلات والأزمات المركبة في العراق. أمام كل هذه الأزمات، هل تعتقد بأن الشعب العراقي استطاع أن يتعايش معها وأن تصبح جزءا من يومياته التي يعيشها، لا كهرباء لا ماء ولا أوضاع صحية جيدة، أم أن للصبر حدود كما يقول المثل؟ والله يعني هذه مسألة أنت تناولتها بشكل دقيق جدا. هو ثورة تشرين أصلا مبادئ قيامها هو الحصول على الخدمات كحد أدنى بغض النظر عن التوظيف والعمل والتخريج، وهذا جزء من الخدمات بالمناسبة، يعني هذه أشياء أساسية. نعم نعم طبعا طبعا، هذه كلها يعني هاي الثورة العظيمة اللي صارت لا تعتقد هي منتهية. الآن الشارع يغلي وممكن اندلاع الفعاليات الثورية في الشارع والمظاهرات يمكن من الصعب إخماتها، والسبب يعود إلى عدم اهتمام الدولة، اهتمام السلطة، اهتمام الأجهزة. ربما الأجهزة يقولون احنا أمين ميزانيات ما عندنا، فلوس ما عندنا، أو لما يحذوها إلى الكهرباء مو كافية للحفاظ على اللقاحات والحفاظ على الأدوية إن وجدت. فالأزمة تشتد يوم بعد يوم وتطلع لها فروع كثيرة وتخلق حالة من اليأس، وردود الفعل ستكون قاسية من الشارع. الشارع يغلي، الشارع على وشك اندلاع الانتفاضة مرة ثانية، والأمور محتدمة وليست، لا يوجد هناك هدوء. شارع ينبض في الحياة، لكن الأجهزة الدولية لن تؤدي واجبها أبدا نهائيا. حتى الإمكانيات التي تخصص في الميزانية لهذا الغرض أو ذاك، لغرض المي، لغرض الكهرباء، لغرض الغاز، هذه هم تروح تروح. يعني هي مدن صممت وصرفت مبالغها وحطوها في جيوب وراحت، مدن وليس فقط يعني كهرباء او غاز او لقاح او شيء من هذا القبيل. هذا يعني مستبعد من هذا الشكل من اشكال الحكم اللي موجود عندنا، اللي مبني على القاعده الطائفيه والمحاصصه، وهو المبني على كل من يحط بجيبه وكل من يعتقد ان كل شيء بالارض هذا نعم. حلال، تقدر تسوي تحط بجيبك النفط حلال والكبريت حلال وكل شيء في الطبيعه حلال على اي واحد يشيله وياخذه يروح البيت. وهكذا يعني العراق في يوم ما كان مزارا للعالم، كل العالم نعم. كل الدول في الدرجه الاولى الدول العربيه، احسن مستشفيات عندنا واحسن اطباء عندنا والامراض اختفت عندنا نهائيا. نعم. ليش شنو السبب هالفترة هذه تنتشر الأمراض وتتضاعف، وبعدين مو مرض واحد، مرضين وثلاثة وأكثر الأمراض، كوليرا وحمى نزفية وكورونا. ليش لا يوجد اهتمام؟ نعم أشكرك. وليش إذا نعم. كانت الحدود مفتوحة، ليش مفتوحة الحدود؟ ليش ما تترتب؟ كلها أسئلة برسم الإجابة. سيد إبراهيم العجيلي المحلل والكاتب السياسي، دكتورة فاطمة العاني، شكرا لكما على ما تفضلتما به.